قبل مواجهة الإسماعيلي أكدت هنا إنه على الأهلي ألا ينخدع بنتائج الإسماعيلي السيئة في الدوري الموسم ده، وفعلا حصل. أنت النهاردة قابلت الإسماعيلي وهو أكثر من ند بالنسبة قدام النادي الأهلي، وده اللي كنا بنأكد عليه، إن أنت النهاردة لازم تحصد الثلاث نقاط علشان تروح بدفعة وبروح معنوية عالية جدا لمواجهة فيتا كلاب، خاصة إن المباراة هتلعب على أرضه. كابتن عادة تعيمة، ايه رأيك في الكلام ده؟ شفت المباراة دي ازاي من وجهة نظرك انت التحليلية؟ بداية النادي الاهلي ما هوش ماتش اسماعيلي او ماتش فيتا كلاب، ده دربي. النادي الاهلي مش ماتش. النادي الاهلي ده تاريخ نادي عظمة تمام وكيان، عشان ما حدش يحاول انه ينال من النادي الاهلي من خلال مباراة، عشان بس نبقى فاهمين ده النادي الاهلي واحنا بنخاطب جمهورنا. النادي الاهلي مش ماتش ومش بطوله. النادي الاهلي اكبر من كده، واحنا شفنا التفكير مش الرياضي بقى، التفكير الرياضي والسياسي والاجتماعي والحاجات اللي احنا شفناها النهارده في الاقصر واللي قبل كده في كل الجوانب، والخدمه المجتمعيه اللي النادي الاهلي بيعملها. فالنادي الاهلي ده منظومه كبيره قوي. نيجي الماتش الاسماعيلي، كابتن هاني الكلام اللي انا هقوله اعتقد ان انت فاهمه كويس قوي. بعد اي بطوله مجمعه انت بتوصل للقمه في اللياقه البدنيه. لما توصل لقمه الجبل بيحصل ايه؟ هل في صعود تاني؟ في منحدر اكيد بعديها شويه، مش في نزول بعد كده؟ صحيح. بعد ما اوصل للنهايه بوصل للجبل فوق، هل في طلوع تاني؟ مفيش طلوع تاني، لازم الكيرف بتاعي هينزل لفتره. شفنا احنا الباير اول مباراه ثلاثه، الماتش اللي بعديه مغلوب، واداؤه مش اللي هو الاداء اللي احنا متعودين عليه. ده طبعا في البوندسليغا بعد عودته من كاس العالم للانديه. بعد عودته طيب، هل النادي الاهلي بعد ما رجع حصل له الدروب ده؟ في حصل احيانا في الاداء بس. ففي ماتش الاسماعيلي احنا شفنا وعلى مدار تاريخ النادي الاهلي كل ماتشات النادي الاهلي اي حد متعسر او اي حد في اي يعني ظروف، يعني في اي ظروف كله بيتكاتف. يعني شوف مثلا النادي الاسماعيلي يعني عامل 15 مباراه 10 نقاط، ثلاث نقاط بتوع النادي الاهلي دول ليهم قيمه ثانيه خالص طبعا. عند النادي الاسماعيلي وعند اي نادي. وبالتالي الولاد بيبقى عندهم الحافز القوي جدا ان هم يؤدوا اداء قوي. طبعا النادي الاسماعيلي من الانديه الراقيه جدا اللي احنا بنحبها جدا، كرتهم جميله سمسميه والكره اللذيذه وحاجه جميله جدا. تاريخ طبعا. وعلى مدى تاريخ النادي الاهلي، عشان بس الناس تبقى فاهمه، الناس اللي هي بتنفخ جديد، النادي الاسماعيلي كان ساعات بيطلب لعيبه من النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيديها لهم كاعاره عشان يلعبوا في افريقيا ايام صحيح ايام ال 67 واخدوا الكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه طبعا. وكان النادي الاهلي بيعمل ماتشات مع الاسماعيلي، ماتشات وديه يعني خمسه من هنا وخمسه من هنا او سته من هنا، ويلعبوا ماتشات في ملعب النادي الاهلي. المهندس عثمان حسن عثمان كان بيعيننا في الشركه عنده واحنا لعيبه النادي الاهلي. ففي ناس عايزه توقع دايما بين النادي الاهلي وبين العلاقات ما بين الناديين. في ناس بتنفخ علشان كابتن علي ابو جريشه هنا، كابتن عادل، واتكلم كتير ووضح يعني ملابسات كتيره جدا غلط ومفاهيم كتيره غلط اتخذت، وللاسف مش انها اتخذت غلط، ان اللي بيرددها اكتر يعني اللي بيرددها ولحد دلوقتي يعني بستغرب جدا. فالمنحنى ده طبيعي، المنحنى ده وضع طبيعي جدا في ظل عدم وجود تدريب، مفيش تدريب. الى جانب انه برضه موسيماني لحد النهارده بيتعامل مع اللاعب المصري وهو مش متعود انه يتعامل مع النوعيه المصريه. صحيح من اول ما جه عمل ادى ثقه، زي ما احنا قلنا معاكم قبل كده، ادى ثقه غير طبيعية للولاد وعملوا لحد ما خدنا البطولة الأفريقية، ثم دخلنا في الكاس وخدنا الكاس ورحنا طبعًا من غير تدريب، وزي ما حضرتك عارف وسهام عارفة لفترة إعداد اللعيبة ما اخترهاش، دخل من الدار على النار على طول، يعني على بطولات على ماتشات مهمة جدا في ظل انخفاض غير طبيعي أيام فايلر في الفترة الأخيرة. الفايلر أرتيان كانت عملية صعبة جدا، وكنت خسران السوبر وكانت حاجة صعبة جدا. أيه. فالراجل في الوقت ده ما دربش، يعني انا وبعدين يتقال ان هو انه بيتهاجم، لا ما بيتهاجمش،
احنا موجودين في الشارع وموجودين. الراجل الناس بتحبه جدا والناس مقتنعه بيه جدا. اللي بيحاول ان هو يدي المفهوم ده للناس ده انسان عايز يوصل لحاجه يعني عايز يوصل لحاجه بالظبط انه انت بتنجح. فزعلان قوي زعلان قوي عايز بس باستقرار يهز ثقه اللعيبه يهز ثقه الناس يهز ثقه الاداره. واحنا الاداره مش متعوده على كده ما بتاخدش قراراتها من السوشيال ميديا يعني. وطبعا زي ما حضرتك قلت في مشروع لموسيماني بيتعمل والنادي الاهلي ما بيتعاملش بالبطوله ولا بالماتش ولا حتى بخمس ست ماتشات. انا مقتنع ان انا جبت الراجل ده جبته عن اقتناع جمهوري في كل الاحوال بيساند الاداره صحيح. وبيساند فرقته وبيساند لعيبته وبنشوف قد ايه اللعيبه تعبت. اللعيبه فعلا طبعا. بتأدي جهد غير طبيعي مع يعني احنا لاعبين امبارح النهارده تمرين بكره راحه مسافرين السبت. كابتن صحيح. عايز احط بعد كلامك قوسين عايز افتح قوسين ونقول ان احنا ما بنبررش لنفسنا. لا احنا ما بنبررش لا. لا احنا يعني في تحفظات اكيد على الاداء خاصه بعد ماتش امبارح في تحفظات كتيره جدا الناس كلها بتتكلم. الشوط الاول اكتر يعني. كمان